أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التدريب الثاني second exercise. استمع للمكالمة. Listen to the conversation. ثم أجب عن الأسئلة. Then answer the questions. التدريب الثاني، استمع التدريب وأعد. استمع وأعد. ظن، ظن التدريب الثاني، التدريب الثاني استمع إلى المكالمة. استمع إلى المكالمة ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجب عن الأسئلة. صباح الخير يا صلاح. صباح الخير يا صلاح. صباح النور يا مصطفى. صباح النور يا مصطفى. أين ستقضي عطلة الأسبوع؟ أين ستقضي عدوة المسبوعة؟ عطلة الأسبوع. عطلة الأسبوع. الجو معتدل هذه الأيام. الجو معتدل هذه الأيام. سنذهب إلى البر. سنذهب إلى المرء. إلى البر. إلى البر. هل سيحضر الأولاد معك؟ السياحة أولاد معنا. سيحضر الأولاد معك. سيحضر أولاد معك. لا، زوجتي مريضة. لا، زوجتي مريضة. لا تذهب إلى البر. لا تذهب إلى البر. هيا بنا إلى الشاطئ. هيا بنا إلى الشاطئ. فكرة طيبة. فكرة طيبة. متى نذهب إلى الشاطئ؟ متى يذهب إلى الشاطئ؟ متى نذهب؟ متى نذهب إلى الشاطئ؟ نذهب الساعة 10 صباحا. نذهب الساعة 10 صباحا. This time, don't repeat. Okay, just answer the questions. أوكي. التدريب الثاني، استمع التدريب إلى الثاني. المكالمة Don't repeat. ثم أوكي أجب عن أوكي الأسئلة. صباح الخير يا صلاح. صباح النور يا مصطفى. أين ستقضي عطلة الأسبوع؟ الجو معتدل هذه الأيام. سنذهب إلى البر. Answer the first question. أين سيقضي صلاح العطلة؟ إلى البر. سيقضي صلاح العطلة إلى البر. البر. في البر. هل سيحضر الأولاد معك؟ لا، زوجتي مريضة. لا تذهب إلى البر. هيا بنا إلى الشاطئ. Second question. أين سيقضي مصطفى عطلة إلى سيقضي عطل سيقضي مصطفى العطلة إلى الشاطئ. في الشاطي. في الشاطئ. Next question 3. كيف الجو؟ الجو بارد. معتدل. الجو معتدل. Next 4 question. هل هذا فصل الشتاء؟ لا، هذا فصل معتدل is ربيع. ربيع. الربيع. نمبر 5. نمبر 5. سيحضر أولاد الصالح. صباح. سيحضر أولاد صالح. صلاح. صلاح. صلاح.
صلاح. نعم نعم لا 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 سيحضر. لا 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 سيحضر أولاد صلاح. فكرة طيبة. متى نذهب إلى الشاطئ؟ نمبر 6. أين سيذهب مصطفى وصلاح؟ صلاح يذهب مصطفى وصلاح إلى الشاطئ. نذهب الساعة 10 صباحا. 7. متى يذهب مصطفى وصلاح؟ يذهب متى يذهب إلى الشاطئ الساعة 7 و الساعة ساعة العاشرة صباحا. الساعة 10 صباحا. سيذهب. سيذهب مصطفى وصلاح ساعة 10. استمع إلى الفكرة، listen to the paragraph، ثم أجب إلى الأسئلة، then answer the questions. التدريب الثالث. استمع إلى الفقرة ياسيني، what happened؟ repeat. Yes. التدريب الثالث. استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجب عن الأسئلة. أحمد يسكن مع أسرته. أحمد يسكن مع أسرتي في شقة صغيرة في لندن. في شقة صغيرة في لندن. أحمد يدرس في جامعة لندن. أحمد يدرس في جامعة لندن. هو لا يحب فصل الشتاء. هو لا يحب فصل الشتاء. فصل الشتاء بارد جدا في لندن. فصل الشتاء بارد جدا في لندن. درجة الحرارة في الليل تحت الصفر. درجة الحرارة في الليل تحت الصفر. يذهب أحمد في فصل الصيف مع أسرته إلى مصر. يذهب أحمد مع أسرتي في مصر. إلى المصر. إلى مصر. الجو دافئ هناك. الجو دافئ. يا الجو دافئ هناك. يقضي أحمد عطلة الصيف في مصر. يقضي أحمد صيقته في مصر. عطلة صيف الصيف. طيب عطلة الصيف في مصر. This time don't repeat, just answer the اوكي. questions. Just answer the question. التدريب الثالث. استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. أحمد يسكن مع أسرته في شقة صغيرة في لندن. Answer the first question. في أي مدينة يسكن أحمد؟ في شقة صغيرة في لندن. Just say في لندن, nothing else. Okay. Okay, في لندن. Yes. Second question. هل يسكن في بيت؟ لا في شقة. أحمد يدرس في جامعة لندن. Third question. هل يعمل أحمد في لندن؟ نعم. لا, he does not work, he studies. Oh لا. yeah. لا لا he doesn't. لا يسكن في لندن. لا, هو يدرس في لندن. لا هو يدرس في لندن.
هو لا يحب فصل الشتاء. نعم نعم، هو لا يحب فصل الشتاء. فصل الشتاء بارد جدا في لندن. So in the fourth one you need to say لا، لا يحب فصل الشتاء. لا يحب فصل الشتاء. يا كم درجة حرارتي درجة في الحرارة لندن في في الليل؟ الليل تحت الصفر. يا درجة الحرارة في الليلة تحت الصفر. يذهب أحمد في فصل الصيف مع أسرته إلى مصر. نمبر 6، أين يقضي عطلة الصيفة؟ يقضي عطلة الصيف صيفي. صيفي في مصر. الجو دافئ هناك. نمبر 7، يا الجو، لماذا يذهب إلى مصر؟ الجو دافئ في مصر. يقضي أحمد عطلة الصيف في مصر. استمعي الفكرة، listen to the paragraph، ثم أجيب عن الأسئلة. Then answer the questions. التدريب الرابع. Repeat. التدريب الرابع. استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. محمود ذهب إلى الشركة في الصباح. محمود ذهب في الشركة إلى الصباح. محمود ذهب إلى الشركة في الصباح. محمود ذهب 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 في الشركة إلى الشركة الشركة إلى الشركة في الصباح. ترك محمود المعطف والمظلة في البيت. ترك محمود مظلة و what was that؟ والمعطفة. والمعطفة في البيت. محمود يذهب إلى البيت. محمود يذهب إلى البيت. السماء تمطر الآن، السماء تمطر الآن. وثوب محمود مبتل بالماء. وثوب محمود مطل في الماء. مبتل. مطل. هو مريض، هو مريض. لا يذهب إلى العمل. لا يذهب إلى العمل. يذهب محمود إلى الطبيب. يذهب محمود إلى الطبيب. ويقضي أسبوعا في البيت. ويقضي أسبوع في البيت. محمود الآن بخير. محمود الآن بالخير. بخير. بخير. سيذهب غدا إلى الشركة إن شاء الله. سيذهب غدا إلى شركتي إن شاء الله. Now you understand the questions. Okay. التدريب الرابع. استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. محمود ذهب إلى الشركة في الصباح. First question. إلى أين يذهب محمود؟ محمود يذهب إلى الشركة في الصباح. إلى الشركة، nothing else. أوكي، شركة. Second one. متى يذهب إلى الشركة؟ متى سيذهب؟ متى سيذهب إلى When الشركة؟ will he go? So what is the answer? Second أو question. في الصباح. في الصباح. ترك محمود المعطف والمظلة في البيت. Number 3. ماذا ترك في البيت؟ ترك محمود مظلة و what else؟ مظلة والمعطفة. سجادة.
والميطفة والمعطفة في في البيت. البيت. محمود يذهب إلى البيت. محمود، أوكي، هل ذهب محمود إلى العمل؟ لا. وثوب محمود مبتل بالماء. هو مريض، لا يذهب إلى العمل. نمبر فور. نمبر فور، ذهب محمود، لا يذهب محمود إلى العمل. لا، ما ذهب محمود إلى العمل. أوكي، لا ما ذهب محمود إلى العمل. يذهب محمود إلى الطبيب. نمبر فايف، لماذا يذهب إلى الطبيب؟ لماذا هو مريض؟ لأنه مريض. لأنه مريض. ويقضي أسبوعا في البيت. نمبر 6، أوكي، كم يوما بقي في البيت؟ just هو بقي في البيت يوم واحد. أسبوعا، 1 week. one week، أسبوعا. yes. محمود الآن بخير، وسيذهب غدا إلى الشركة إن شاء الله. متى يذهب إلى الشركة؟ يذهب متى سيذهب إلى الشركة؟ غدا، سيذهب إلى شركتي غدا إن شاء الله. So what's the meaning of bakiya, sir? He Bakiya. stayed. Stayed, okay. الوحدة العاشرة، 10th unit، الدرس الثامن والثمانون، 88th lesson، الكلام، speech، التدريب الأول، first exercise، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال، exchange the dialogue with your colleague like in the example، المثال، the example، الطالب الأول، كيف الجو في لندن؟ How is the weather in London؟ الجو بارد جدا في لندن. The weather is very cold in London. كم درجة الحرارة الآن؟ How much is the temperature now؟ درجة الحرارة الآن 5. Temperature right now is 5. Okay, Mr. Yassini, you are first. Miss Sara, you are second. Yes, sir. Okay. Okay. Read the example. Okay. كيف الجو في الجزائر؟ في لندن. في لندن، أوكي. كيف الجو في لندن؟ الجو بارد جدا في لندن. كم درجة حرارتي الآن؟ درجة الحرارة الآن 5. Go to the another paragraph. Okay. كيف الجو في الجزائر؟ الجو في الجزائر معتدل. الجو معتدل في الجزائر. أوكي، الجو معتدل في الجزائر. كم درجة الحرارة الآن؟ درجة الحرارة الآن 20. 10. عشر. كيف الجو في الرياض؟ الجو في الرياض دافي. الجو دافئ في الرياض. الجو دافئ في الرياض.
كم درجة الحرارة الآن؟ حرارة الآن درجة الحرارة 20. كيف الجو في مكة؟ جو في مكة حار. كم درجة الحرارة الآن؟ درجة الحرارة الآن 40. كيف الجو في تونس؟ الجو في تونس معتدل. كم درجة الحرارة الآن؟ درجة الحرارة الآن 20. عشر عشرة عشر عشرة التنظيم الثاني تبادل الهواء مع زميلي كما في المستعار. Share the dialogue with your colleague like in the example. المثال: الطالب الأول first grade هل ستقضي العطلة في لندن؟ Will you spend the holidays in London؟ الطالب الثاني second student لا سأقضيها في تونس. No, I will spend them in Tunisia. الطالب الأول first student لماذا why؟ الطالب الثاني الجو بارد في لندن. The weather is cold in London. ومعتدل تونس and moderate in Tunisia. هل ستقضي العطلة في لندن؟ لا سأقضيها في تونس. لماذا؟ الجو بارد في لندن ومعتدل في تونس. هل ستقضي عطلة في رياض؟ تقدينا سارة لا اسمي يس لا yes سأقضي me repeat your question repeat again. هل yes ستقضي عطلة في ستقدينا female اوكي هل ستقضين عطلة في رياض؟ لا سأقضي عطلة في أقضيها مدينة فيها. So why is the ha used, sir? It means it. yes Okay. لا سأقضي أقضيها عطلة في مدينة رياض. either use ha or either use utla, don't use both of them. Okay, sir. لماذا؟ الجو بارد في الرياض ومعتدل في المدينة. هل ستقضيها عطلة هل ستقدين هل ستقضين العطلة في نيجر؟ في نيجر. لا لا سأقضي عطلة في مصر. في مصر في المصر. مصر. لماذا؟ الجو بارد في مصر في نيجر. ومعتدل. سوري سا في نيجر. اوكي الجو بارد في نيجر ومعتدل في مصر. نعم. هل ستقضين عطلة في الخرطوم؟ لا سأقضي أتلة في الخرطوم في في مكة. المكة. في مكة. في المكة لماذا؟ الجو بارد في خرطوم
ومعتدل في المكة. هل ستقضين عطلة في باكستان؟ لا، سأقضيها في السعودية. لماذا؟ الجو بارد في باكستان ومعتدل في السعودية. Tomorrow I will be absent. Okay. So, Tomorrow you will be absent. yes. Okay. Inshallah. Sir, I have a question, sir. Yes. You said either I use utla or I use ha for utla, right? Because it's ta marbuta. Yes. Okay, sir. And if it is jabal, for example, mountain, it will be hu? Yes. Okay, sir. Anyone can answer. Yes, sir. Okay. الولدان يسمحان. الولدان يسبحان. الولد الولد نائم. نائم. نائمون. هما نائمان. هما نائمان. I think the website server is down today. So we will stop Okay. here and next time, inshallah, we'll continue. If you Okay. have any question, you can ask me. Jazakallah khair. Jazakallah, Ustad. Ayyakum. هي نائمة.